الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلق طبعا ب طبعا التناسبية، الكتلة الحجمية وسلم التصاميم الخرائط. إذا عندنا الصفحة 67 نقرأ التمرين، شي يقول لنا يمثل التصميم غرفة حيث سجلنا المسافات الحقيقية بالمتر. نعم، إذا المسافات طبعا الحقيقية بالمتر، أكملوا ملء الجدول وأتحققوا إن كان جدول تناسبية طبعا، ثم احدد معامل التناسب واكتبه على شكل عدد كسري بسطه واحد. جيد، اذا عندنا هنا المسافه الحقيقيه بالسنتيمتر لا بي، شحال عندنا هنا ا بي هي 4 متر، اذا نحولها للسنتيمتر يعطينا 400 سنتيمتر. ثم المسافه بي سي عندنا 3 متر يعني 300 سنتيمتر، و او سي هي واحد اذا هي 100 سنتيمتر، والدي اف مادام هنا كاين 4 نحيدوا منها هاد الجوج، جوج حتبقى هنا جوج، اذا هنا جوج متر اللي هي 200 طبعا سنتيمتر. اذا طبعا من موراها المسافه على التصميم، غنعبروا هذه، غنعبروا هاد القياسات طبعا باستعمال المسطره، ثم علقوا ا بي كتساوي تقريبا 2.7. ها طبعا ها العباره تعبروا بالمسطره، اذا ها العباره ها هو عندنا هي جيد. اذا لقينا ا بي 2.7 و بي سي، هاد بي سي عبرنا لقينا 2 سنتيمتر المسافة على التصميم، ثم او سي فين او سي هي هادي عبرنا لقينا تقريبا 0.6، و دي اف لقينا 1.3 1.3. جيد، اذا هنا قمنا بملء الجدول. احدد طبعا معامل التناسب، سنقوم بتحديد معامل التناسب. اذا معامل التناسب غنقسمو ديال التصميم اللي هي 1.3 غنقسموها على طبعا 200، هادي هي غتعطينا تقريبا 0.00 صفر اخر 6، نحسبو بآلة حاسبة. ثم غنحسبو طبعا 0.6 نقسموها على 100 عطينا 0.06، وغنقسمو تاني جوج لذا، فنستنتج ان القيمه لا تتغير، وبالتالي فهذا طبعا فعلا هذا جدول تناسبيه. ثم نقسموا هذه على هذه، جوج نقسموها على 300 تعطينا تقريبا 0.006، وهكذا. اذا عطينا في الاخر ان نلاحظ ان جدول تناسبيه. احدد معامل التناسب واكتبه بسطه على اكتبه على شكل كسري. ناخذ القيمه اللي هي طبعا عطينا قيمه ثابته، هذه هي هذه، غنشدو جوج وغنقسموها بحال هكا على 300، غنختزلو بجوج عطينا هنا 1/150 1/150. اذا ها المعامل التناسب اللي هو 1/150. نمر طبعا الى طبعا التمرين الثاني اللي تيقول لنا هذا رسم لبستان محاط بسور، هذا من بستان حيث المسافات مسجله صحيحه، هذه هي 500 سنتيمتر 800 سنتيمتر، غير ان الرسم قد انجز بكيفيه غير صحيحه، اذا ما كاينش طبعا الدغام. اذا اكملوا الجدول. ا بي شحال عندنا؟ 800 مزيان، ها ا بي 800، بي سي شحال عندنا؟ 500، هي 500 سنتيمتر، و ا او شحال عندنا؟ 300، اذا نقيدوا هنا 300. المسافات على الرسم بالسنتيمتر، المسافات على الرسم شحال عندنا هنا؟ 10 سنتيمتر. نعم، اذا عندنا هنا 10 سنتيمتر. اذا هنا غنحدو معامل التناسب، هذه هي غنشدو 10 غنقسموها على 500، 10 غنقسموها على 500 فوالا، ها هي نديرو هنا 10 طبعا نقسموها على 500، عطينا هنا تشي 0 مع 0 تقالنا 1/50 ياك، او بطريقه اخرى. اذا عيد الانتقال من هنا لهنا غنقسمو على 50، ها هي نقسمو على 50، والانتقال طبعا من هنا لهنا العكس يعني نمشيو هكا غنضربو في 50 فوالا. اذا شحال كتعدي القيمه؟ شحال كتعدي هنا القيمه؟ هنا غنضربو في 50، ولكن غنجيو من هنا غنقسمو على 50، دونك هادي غنقسموها على 50، 800 تقسيم 50، 800 قسموها على 50، نحسبوها عاد بشي نزيده عطينا طبعا 16. اذا شحال نقيدو هنايا؟ نقيدو هنا 16، ها هي 16. بالنسبه ل ا او راه عندنا 300 سنتيمتر، ها هي 300 سنتيمتر، حتى هي نقسموها على 50 تعطينا 6، نقسموها على 50 تعطينا 6.
هنا قال لك اعيد رسم البستان باعتماد مسافه الجدول، اعيد رسم البستان باستعمال مسافه الجدول. طبعا هادو اقيسو او سي، ترسموه واقيسو او سي. شحال عندنا المسافه ديال هادو؟ هما عندنا هنا 16، رسموا ا بي 16 وبي سي 10 و ا او 6. فوالا حنا نحاولوا نرسموها هي الاولى. اذا طبعا رانا عندي الرسم واجد جاهز، ها هو. قلنا ا بي الرسم فيها 16 سنتيمتر، ها هي ا بي 16 سنتيمتر، وعرسمو بي سي 10 سنتيمتر. طبعا ندير هنا زاويه قائمه راه باين الرسم. ثم هنا عندنا ا او 6 سنتيمتر. في الاخير نرسمو هاد القطعه او سي ونعبروها، طلعنا تقريبا 16.6 او 16.7 سنتيمتر. اذا هذه هي المسافه على التصميم 16.6. طبعا هنا شحال عندنا؟ او سي 16.6. اذا الا بغينا المسافه على الرسم 16.6، اذا دابا لقينا المسافه طبعا على الرسم 16.6. 16.6 اذا هنا الا بغينا نحولوها هنا، هي اعتذر، لقينا هنا 16.6. الا بغينا نحولوا المسافه الحقيقيه غنضربوها قلنا في 50، لان هنا من هنا كننتقلوا كنضربوا في 50. 16.6 الا ضربناها في 50 تعطينا 830. اذا المسافه الحقيقيه هي 830، 830، والمسافه على الرسم هي 16.6 سنتيمتر. هاهي اكمل، عندنا 10 سنتيمتر على الرسم تمثل مسافه حقيقيه شحال؟ 10 على الرسم تمثل 500 سنتيمتر. هاهي 10 سنتيمتر على الرسم تمثل شحال؟ 500، وواحد سنتيمتر يمثلنا 50. اذا 10 كتمثلنا 500 سنتيمتر. طبعا دونك 1 سنتيمتر شحال يمثلنا؟ 1 سنتيمتر يمثلنا 50. علاش؟ لان 10 ضربناها في 50 حتى واحد نضربو في 50 عطينا 50 سنتيمتر. دابا ننتقل الى السؤال الموالي العاشر، احسب طول وعرض هذه الاقامه. لاحظوا هذه المعلومه مهمه، المقياس 5 ملم على التصميم تمثل 10 متر كمسافه حقيقيه. اذا نعبروا الطول ونعبروا العرض ونستعنوا بهذا طبعا هذا السلم. اذا نشوف الانجاز ديالي، عندنا طبعا هنا نعبروا هذه، نعبروها بمسطره هي الاولى، لا نقلبوا مسطره باش ناخذوا بها طبعا هنا 7 فاصلة طبعا تقريبا 7. ثم نعم هنا لقينا 7 طبعا ناخذ سنتيمتر هنا المسطره ماشي بالديسيمتر، ها هي تقريبا 7.7 اللي هي نحولوها للمليمتر نضربها في 10، هنا 77 مليمتر. انا عندي الاجازه الكتاب الاجازات. ثم عندنا هنا 4 سنتيمتر اللي هي 40 مليمتر. فوالا هي. اذا هنا المسافه الحقيقيه اللي عطاونا هي 10 متر لكل 5 سنتيمتر. بعد ما عبرنا الطول لقينا فيه 7.7 سنتيمتر اللي هي 77، 7.7 سنتيمتر اللي هي طبعا 77 متر. اذا اول حاجه نحدوا ثم عبرنا العرض لقينا فيه 4 سنتيمتر اللي هي 40 ملم. دابا نحدوا المعامل التناسب، من هنا مشينا من 10 ل 5 كنقسموا على 2، ولا مشينا بهذا الاتجاه هذا كنضربوا في 2. اذا هنا شنو غنديروا؟ غنضربوا، مشينا من هنا لهنا غنضربوا في 2. 77 في 2 هي تقريبا 100، هي 154، و 40 في 2 هي 80، اذا هي 80 متر. بالنسبه للتمرين الاخير قالوا لينا جوبسيف لي ديستانس انديكي دون شاك بلون اي جو كالكول. طبعا اي جو كالكول لي ديستانس غيال سولون لي شيل دو شاك بلون، يعني نقلبوا المسافه الحقيقيه. ها السلم عندنا 1 سنتيمتر شحال كيعطينا؟ 300 متر. اذا عندنا هنا لاحظوا معايا 1 سنتيمتر هو 300 متر في الواقع. 1 سنتيمتر شحال كيعطينا؟ 300 في الواقع، 300 متر في الواقع. اذا نعبروا اول حاجه خصنا نقيسوا هذا طبعا هذا هو هذا المقياس، هذا هذه المسافه ها هي عبرناها بدقه تقريبا كتجيب لنا
3 سنتيمتر. إذا 3 سنتيمتر شحال فيها؟ غنضربو طبعا 3 في 300 هي 900، 900 متر. بالنسبة للثاني عندنا السلم تيقول لنا مثلا هنا 1 سنتيمتر لكل جوج متر، 1 سنتيمتر لكل جوج متر، 1 سنتيمتر لكل جوج متر. غنعبروها ونحولوها إلى المسافة الحقيقية. غنعبرو هذه المسافة هذه، ها هي طبعا بدقة تقريبا. المهم عبروها كل المسطرة تكون بعض المرة نعم تقريبا ربما 4.8، ربما 4.8. المهم العبر كل عبروه بدقة 4.8 سنتيمتر. شحال فيها متر؟ نضربو هذه في جوج غتعطينا 9.6 متر، 9.6 متر. أخيرا عندنا السلم واحد، واحد لكل شحال؟ لكل 5000، واحد لكل 5000. إذا نعبروا هاد المسافة، لا أعتذر، بالسنتيمتر أفضل، تكون بدقة، تقريبا 4، إذا 4 سنتيمتر هنا. باش نوصلوا لهذه الحقيقية، نضربوا هذه في هذه، نحطوا الأصفار 3 و 4 في 5 20. 4 في 5 20. أتمنى أن تكون قد استوعبتموها.